السلام عليكم حبايبي التلاميذ. درسنا لليوم راح يكون الكهرباء المتحركة. الكهرباء المتحركة لها أهمية كبيرة بحياتنا اليومية، على عكس الكهرباء الساكنة اللي شنو أهميتها؟ فقط أحيانا نشعر بصعقة كهربائية بسيطة من المقبض الباب، لكن الكهربائية المتحركة عندي أهمية كبيرة لها بحياتي اليومية. ليش؟ لأن هي تشغل الأجهزة الكهربائية عندنا في المنزل وتشغل الكهرباء بشكل عام. الكهرباء راح نشعر بأهميتها عند انقطاع التيار الكهربائي. من انقطع التيار الكهربائي عنا ايش راح نحس؟ راح تتوقف كل الأعمال بحياتنا معتمدين بيها نكون على الأجهزة الكهربائية. لهذا السبب الكهرباء المتحركة لها أهمية كبيرة بحياتنا اليومية. سابقاً في الدرس الماضي من أخذنا الكهرباء الساكنة عرفنا أنه هي تتولد عن طريق دلك قطعة من الصوف، مسطرة أو حتى بالونة، راح تجذب لي قصاصات من الورق أو راح تسبب لي صعقة بسيطة بإيدي بأصبعي، ممكن تجذب خصلات الشعر. لكن هاي الشحنات ما إلها القدرة على أنه تسري بسلك توصيل، لا يمكنها التحرك عبر سلك توصيل. لهذا السبب هاي الكهرباء الساكنة ما تفيدنا، لأن ما تشغلنا أجهزة كهربائية. هي شلون تشغل الجهاز الكهربائي إذا ما تمشي بسلك توصيل؟ لازم تعبر أو تمشي بسلك توصيل حتى تولد لي تيار كهرباء. إذن الكهرباء الساكنة لا يمكنها التحرك عبر أسلاك التوصيل، وهذا فرقها عن الكهرباء المتحركة اللي بإمكانها التحرك عبر أسلاك توصيل وتوليد كهرباء للمدن والمصانع. مثل ما تشوفون قدامكم هاي كلها الكهرباء المتحركة. كيف تتولد؟ تتولد عن طريق محطات لإنتاج الطاقة الكهربائية، وراح تنتقل عن طريق أسلاك التوصيل. هاي الأسهم الصفراء اللي قدامكم تمثل انتقال التيار الكهربائي إلى المدن وتوليد طاقة كهربائية. إذا هنا عندنا سؤال، ما عرفنا إنه الكهرباء الساكنة تتولد عن طريق دلك قطعة من صوف بمسطرك ومسطرة، ما صحيح؟ زين، أنا أريد أعرف شلون أنتج الكهرباء المتحركة، كيف أنتج الكهرباء المتحركة أو كيف أولد كهرباء متحركة. تتولد الكهرباء المتحركة في محطات توليد الطاقة الكهربائية. هاي المحطات تعمل على إنتاج الطاقة الكهربائية المتحركة اللي راح تنتقل وتصل إلى منازلنا عبر أسلاك التوصيل. إذن هنا أدي سؤال، كيف تتولد الطاقة الكهربائية وكيف تصل إلى منازلنا؟ الجواب هو تتولد في محطات توليد الطاقة الكهربائية تصل إلى منازلنا عبر أسلاك التوصيل. من أين تنتج الكهرباء المتحركة؟ لاحظوا لي هاي النقاط الزرقاء. هاي النقاط الزرقاء تمثل الشحنات الكهربائية المتحركة. الشحنات الكهربائية المتحركة عندما تتحرك بسلك توصيل راح تولد لي تيار كهربائي. يعني من تمشي هاي الشحنات الكهربائية من مصدر توليد الطاقة، تمشي عبر سلك توصيل، تتحرك عبر سلك توصيل، راح تولد لي تيار كهربائي. وهذا التيار الكهربائي ايش راح يسوي؟ راح يشغل لي الجهاز الكهربائي اللي انا اريده يشتغل. يعني شلون تتولد الكهرباء او شلون تنتج الكهرباء؟ تنتج عن حركة الشحنات الكهربائية عبر سلك موصل. يعني شغل محطة الطاقة الكهربائية انه تولد لي شحنات كهربائية، بعدين يجي تمشي تمشي عبر سلك موصل. من تمشي عبر السلك الموصل راح تولد لي تيار كهربائي. من يوصل التيار الكهربائي للجهاز الكهربائي المطلوب تشغيله راح يشتغل الجهاز الكهربائي، وهي هاي الكهرباء المتحركة. الكهرباء المتحركة عبارة عن محطة لتوليد راح تولد لي شحنات. الشحنات راح تسري بسلك توصيل. من تسري بسلك توصيل راح تولد لي تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي راح يشغل الأجهزة الكهربائية. تنتقل الشحنات الكهربائية من نقطة إلى أخرى. طبعاً بما أنه هي تسري بالتيار الكهربائي يعني هي قابلة للانتقال. تنتقل من نقطة إلى أخرى مثل ما تمشي هسه الشحنات عندكم، هسه الشحنات متوقف. راح تبلش تنتقل تمشي من نقطة إلى أخرى.
من تنتقل راح تولد تيار كهربائي، ما تولدنا تيار كهربائي واشتغل المصباح. راح تنتقل الشحنات الكهربائية من نقطة لأخرى عبر أسلاك التوصيل، هذا يمثل لي سلك توصيل. شي تولد مولدة تيار كهربائي. هسه الشحنات من تمشي بهذا الشكل، هسه الساكنة من تمشي بهذا الشكل، هذا هو التيار الكهربائي، هذا هو التيار الكهربائي، هذا سلك موصل. إذن شنو التيار الكهربائي؟ ما هو التيار الكهربائي؟ التيار الكهربائي ناتج عن حركة الشحنات الكهربائية عبر أسلاك توصيل. هاي الأسهم الزرقاء تمثل لي التيار الكهربائي. الشحنات الكهربائية لما تطلع من البطارية راح تمشي طبعا من القطب السالب، لأن هي شحنات سالبة، تمشي عبر سلك توصيل. من تكون مستمرة بالسريان راح تولد تيار كهربائي ويشتغل عندي مصباح الكهربائي. إذا جواب على تعريف التيار الكهربائي هو تيار ناتج عن حركة الشحنات الكهربائية عبر أسلاك توصيل، يعمل على تشغيل الأجهزة الكهربائية. شنو أهمية الكهرباء؟ عرفنا طبعا شنو أهمية الكهرباء. شنو أهمية التيار الكهربائي؟ التيار الكهربائي يعمل على تشغيل الأجهزة الكهربائية التي نحتاجها في حياتنا اليومية. إذا التيار الكهربائي شنو أهميته؟ يعمل على تشغيل الأجهزة الكهربائية التي نحتاجها في حياتنا اليومية. إلى هنا ويكون انتهى درسنا. بالدرس القادم إن شاء الله راح ناخذ الدارة الكهربائية.